مرحبا، اليوم رح نعمل أكلة للناس النباتيين وغير النباتيين طبعاً كمان رح يحبوها. هلأ موسم الخبازة، رح نعملها بطريقة بسيطة وسريعة. عندي خبازة نقيتها وغسلتها كويس وصفيتها من الماء، رح أعمل تقريباً 5 طمم. نفرم الخبازة فرمة ناعمة، وعشان يكون كمان مرة الفرم سهل وناعم باخذ كمية قد مسكة الإيد زي ما حكيت عن البقدونس. هلأ بعد ما خلصت فرم الخبازة راح أفرم البصل، عندي 4 حبات بصل حجم وسط راح أفرمهم فرم ناعم زي ما احنا شايفين. وهلا بعد ما خلصت فرم البصل بحط طنجرة واسعة شوي، بحط تقريبا 1/2 كوب زيت زيتون، لما يسخن شوي زيت الزيتون بحط عليه البصل وبحرك البصل مزبوط مع الزيت بخلطه، بحط رشة ملح صغيرة وبعدين بتركه حتى يذبل ويصير لونه ذهبي زي ما احنا شايفين. هلا بنحط الخبازة المفرومة ناعمة وبنخلط مع البصل أول بأول، بنضلنا يعني نحط شوي ونخلط حتى أكمل كل الكمية وتتخلط مع البصل كويس. هلا كمان برش رشة ملح، بالأول رشيت رشة صغيرة على البصل وهلا كمان برش كمان شوية ملح وبضلني أحرك فيها حتى تذبل الخبازة مزبوط وتنضج. آخر شي بعمل حفرة صغيرة عشان أتأكد إنه ما ضل مي بالخبازة وهيك بتكون جاهزة. هلا الخبازة بنقدمها مع البندورة والزيتون الأخضر والأسود والمكدوس اللي أنا طبعاً أكيد عاملتهم، وصحتين وهنا. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. منشوفكم على خير.